السلام عليكم، الله يمسيكم بالخير ويجيه الخير. كيف انتم؟ طيبين يا هلا، تريلت هلا. السوالف في الجنه تزين الخاطر وتزين النفسيه، واللي فقدته هنا تراك بتلقاه هناك ان صبرت. خلونا نسولف. هذا اخر واحد يدخل الجنه، ترى ما بعدها احد، هو اخر شيء. رجال يقول له الله عز وجل راح ادخل الجنه. تخيلت الموقف؟ انه يقول لله كيف ادخل الجنه وقد سكن الناس مساكينهم واخذوا اخذات، كل واحد سكن في قصره وسكن في بساتينه واخذوا اللي لهم، انا مش اروح ولا الله يبي يرضي. يقول له اترضى، شوف كيف، اترضى ان يكون لك ملك ملك من ملوك الدنيا؟ يرضيه، يا ربي سبحان ربي ما رحمه، ايه رضي الله عنهم ورضوا عن ارضاه في الدنيا فيرضيهم. يقول له يرضيك انه يكون لك ملك ملك ملوك الدنيا؟ ملوك الدنيا شلون؟ يعني مثل الملوك اللي عايشين حاليا؟ لا لا، يعني مثل ملك الدنيا، ملك الدنيا ها سليمان عليه السلام في القرنين، ملك الدنيا كلها من مشرقها لمغربها. رضيت ربي بس كفي. قال لك ذلك ومثله 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 5 مرات. رضيت ربي، رضيت خلاص كفي، ما هو كذا بس، لا ولك 10 أضعافه. 10 و5 كم؟ هذا أدناهم فما بالك بأعلاهم. بس لحظة، تونا ما خلصنا. ولك ما لذت عينك واشتهت نفسك. رجال الجنة غالية، الجنة تبي تقدم لها مهر، تبي تفعل عشانها أو تترك عشانها. رضي الله عنهم ورضوا عنه. أي والله أعظم نعمة، الله يرضى عليك، الله يرضى عني وعنكم. طيب إذا هذا أدناهم أعلاهم كيف؟ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. انسى تفكر.